الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فكشفنا ما به إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق الله العظيم.